صفاء 22 سنة، هي طالبة بتعاني من تشويش وإنها بتفكر أفكار مش كويسة وبتتلفظ بألفاظ مش كويسة، وبعد كده بتيجي تسأل يقولوا لها لا أنت ما قلتيش حاجة، فهي بتتوهم إنها بتقول ألفاظ نابية وإنها بتفكر أفكار أو بتقول كلام يعني مش منضبط وكده. بقولها أنت روحتي لطبيب نفسي؟ قالت زي ما ذكرت أمام حضراتكم إنها راحت مرة واحدة وإداها علاج ولم يعني ما ارتاحتش مع العلاج ده. أول حاجة لازم نداوم على التحصينات الشرعية، إحنا كلنا بننسى ده، والتحصينات الشرعية مهمة 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 من كل أذى، هي كده أخذ بالسبب، مع زي ما أنا بتداوى وزي باخد التداوى بتداوى وآخد برضو بالتحصينات الشرعية، أذكار الصباح أذكار المساء، وهي متضمنة لجميع التحصينات الواردة في الكتاب والسنة. ونكثر من ذكر الله يا صفاء، وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرة لا حول ولا قوة إلا بالله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله كان شفاء، أي كان هذا الذكر شفاء من 99 داء أيسرها الهم. بس بكميات، لما يكون عندي عرض شديد كده بكميات أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كمان من المجربات اللي ذكرها العلماء قول سبحان الملك الخلاق الفعال، سبحان الملك الخلاق الفعال، سبحان الملك الخلاق الفعال، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. تقولي الذكر ده 7 مرات لا مانع، وده اللي أنا برضو أأكد عليه، أنت محتاجة تزوري متخصص في الدعم النفسي وغيري، اسألي عن حد كويس. ممكن أنا الطبيب ده علاجه ما نفعش معايا، تشخيصه ما كانش منضبط، فقد أنا محتاجة أسأل عن طبيب أكثر مهارة وأسأل عن ده وأخد وقتي، بحيث أن أنا أروح له وأقول له ما تقلش عليا في العلاج مرة واحدة بالراحة كده في العلاج، عشان لو أنا ما ارتحتش أقول لك، فنقدر أن احنا ناخد العلاج المظبوط. وفي أنواع من العلاجات لا تؤتي الثمرة بتاعتها إلا بعد وقت، فأنا مش هوقف مع نفسي وأبدأ كده مع وقت ما الطبيب قال لي وأخد القرار مع نفسي، الأدوية دي بتكون حساسة جدا. المسألة الأخيرة، لابد من شغل الوقت بأعمال الخير ونفع الناس، النفس إن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل. فأنا قاعدة مع نفسي في البيت على طول الوقت، لا بلعب رياضة لا بممارس أي نشاط، وبالتالي وساوس وهواجس لازم الإنسان يكون له نشاط دائما في الخير قدر الطاقة، ومن يتحرى الخير يعطى كما علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.